أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. في هذا الفيديو تعرف على مرض الفنان السعودي خالد عبد الرحمن ومعلومات وحقائق لا تعرفونها عنه. تصدر الفنان السعودي خالد عبد الرحمن اليوم السبت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعا له الآلاف من محبيه بالشفاء العاجل من المرض الذي يعاني منه منذ ما يزيد عن 10 أيام. وقال الفنان خالد عبد الرحمن في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إنه يمر بوعكة صحية منذ 10 أيام، فيما أفادت وسائل الإعلام بأنه يعاني من مرض الحزام الناري الفيروسي في العصب. ويصاحب مرض الحزام الناري ألم شديد كونه يؤثر على الأعصاب ويكون ظاهرا على سطح الجلد بشكل بارز ويظهر على شكل حويصلات في المسار العصبي الحسي. وخاض الفنان السعودي أول تجربة له في عالم التمثيل خلال مسيرته الفنية بالمشاركة في مسلسل ضرب الرمل الذي عرض في رمضان الماضي. وشارك الفنان خالد عبد الرحمن في حفلات بالسعودية وخارجها في باريس والكويت والبحرين وقطر وغيرها، وله عشرات الألبومات الغنائية المميزة. ومن ألقاب الفنان السعودي خالد عبد الرحمن ملك الفن ومخاوي الليل، وهو شاعر وملحن ومغني وممثل. والفنان خالد عبد الرحمن هو فنان سعودي واسمه بالكامل خالد بن عبد الرحمن بن محمد الودعاني الدوسري. ولد الفنان خالد عبد الرحمن في مدينة الرياض بالسعودية، وذلك في يوم 22 من ابريل عام 65، وعمره بحلول عام 2020 55 عام. ونشأ وسط أسرة متوسطة الحال تتكون من 10 أبناء بالإضافة إلى الأب والأم. والده لم يكن يسمح له بالغناء ولا الشعر لو كان على قيد الحياة. والفنان خالد عبد الرحمن هو الأكبر بين أخوته الخمسة، وتوفي والده في عام 83، وقع على عاتقه عائلة كاملة وهو لم يتجاوز 18 عاما. كما تعرض الفنان السعودي خالد عبد الرحمن لأزمة عاطفية قبل دخوله المجال الفني، هذا ما جعله يغني باللون الحزين. وفي عام 2009 تزوج الفنان خالد عبد الرحمن زواجه الأول ولكن انفصلا، ومن ثم تزوج في الأول من مايو عام 2014 من فتاة إماراتية من رأس الخيمة وليس لديه أولاد. وتناقلت وسائل الإعلام شائعات مفادها بأن الفنان خالد عبد الرحمن تزوج الأميرة شوق بنت عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وأنه أحبها بشدة، ومن ثم طلق بعد تعرضه لضغوط شديدة، وأنجب منها ولدا هو اليوم عمره 19 عاما ويدعى نايف، ولكنه أنكر هذا الأمر معتبرا أن كنيته أبو نايف هي مجرد كنية لا علاقة لها بأن له ولدا بهذا الاسم، وأنه وكتب قصيدته المشهورة على أثر هذا الموقف العنيف بعد قدوم ابنه نايف، والذي لم تكتمل فرحته بقدوم ابنه نايف حتى تم الطلاق بالقوة. ويقال بأن الفنان خالد عبد الرحمن بعد أن حال القدر بينه وبين محبوبته قام بكتابة العديد من القصائد كلها في محبوبته شوق، وتغنى بالعديد من هذه القصائد في ألبوماته الرسمية. ولكن الفنان السعودي خالد عبد الرحمن نفى الأمر أيضا معتبرا أن الاسم خيالي وليس حقيقيا. وكان الفنان خالد عبد الرحمن يؤلف الأشعار فقط في بداياته ولم يكن يفكر في الغناء، وقام بعرضها على عدد من الفنانين المبتدئين لكنهم رفضوها لأنه لم يكن مشهورا وقتها، وبالتالي قرر أن يغنيها بنفسه. وبعد سنوات من النجاح والشهرة أصبح الكل يطلب أشعاره، مشيرا إلى أن المطربين يبحثون عن اسم الشاعر قبل أن يبحثوا عن كلماته.
وفي نهاية عام 85 اشترى الفنان السعودي خالد عبد الرحمن العود وبدأ في تعليم نفسه بنفسه، ولكنه فشل فقام بتكسير العود، وكرر هذا الموقف أكثر من 5 مرات حتى أتقن العزف على العود. وانتج أول ألبوماته صرحيني من جيبه الخاص، إذ اضطر إلى بيع سيارته والاقتراض من أصدقائه من أجل توفير نفقات إنتاج الألبوم. وتميز الفنان خالد عبد الرحمن بتلحين أغلب أغانيه بالإضافة لكتابة القصائد، فهو شاعر وملحن ومغني ويعتبر فنانا شاملا، يقيم بعض الأمسيات الشعرية ويعشق الرحلات البرية والصيد. وحينما تعلم العزف على العود تأثر بالفنانين سلامة العبد الله وحمد الطيار وبشير شنان، وكان يغني للقريبين منه ويقوم بإعداد وصياغة وتلحين بعض الأغاني التي أصبحت تسجل تسجيلا خاصا. وتتسرب إلى الأسواق نسخة غير أصلية واشتهرت لدى المستمعين، وبات الطلب يتزايد من قبل محلات التسجيل بالحصول على المزيد من تلك الجلسات الخاصة والتي تسربت أساسا من دون علم الفنان خالد عبد الرحمن. ولأنه في البداية كان رافضا فكرة أن يكون فنانا للجميع، وإنما مكتفيا أن يكون فنانا لنفسه وللمقربين من حوله فقط كهواية يمارسها بين الحين والآخر، وليس إلزاما أن يتواصل فيها كفنان محترف. وفي عام 87 سافر إلى القاهرة وذلك لتسجيل أعماله، والتقى هناك بالفرقة الماسية. بعد ذلك ذهب إلى الكويت لوضع اللمسات الأخيرة للتوزيع النهائي. وبعد عام من ذلك عاد إلى مدينته الرياض، حيث قامت شركة أجا وسلمى للتوزيع الفني بإنتاج ألبومه، وحقق هذا الألبوم نجاحا كبيرا، وتوالت بعد ذلك ألبومات أخرى منها بقايا الروع عام 89 وفراق في عام 90. وفي عام 91 شارك بمهرجان الجندرية وأنتج ألبوم بعنوان انتظرته، ومن ثم قدم ألبوم آخر يسلط الضوء فيه على معاناة الطفل ذوي الحاجات الخاصة وأهمال الوالدين له، وعنوان الألبوم رسالة إلى معاق. وفي نفس العام أحيا حفله الأول في القاهرة حيث اتسم بحضور جماهيري كبير. بعد ذلك أصدر ألبومين آخرين بعنوان لو بكيت وموادع، وألبوم وطني بعنوان جوهر بلادي، وضم أغنيتين للمنتخب السعودي. وتعاون لأول مرة مع الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن في أغنية بعنوان ليلة جافي من ألبوم ود تشوف الهم. واشترك الفنان خالد عبد الرحمن بعدد كبير من المهرجانات، ومنها الأوتار الذهبية الرابع، ومهرجان المواجع عام 97، وليل الطرب عام 2000، ومهرجان نخبة الأوتار عام 2001، كما اشترك أوبريت الظهران. وكتب قصائد باسم مستعار باسم مخاوي الليل، وكشف عن أنه هو نفس الشخص بعد أن بدأ البعض بكتابة قصائدهم تحت نفس الاسم. وللفنان خالد عبد الرحمن ديوان مطبوع، وكان الديوان الأول يحمل اسم بقايا جروح وهو ديوان نادر، ثم صدر له ديوان العطا في العام 96. وتعاون الفنان السعودي خالد عبد الرحمن مع الكثير من الشاعرات الخليجيات أبرزهن غيود وشيمة ومطلع الشمس وغياهيب، إلا أنه يرفض الدويتو مع المغنيات. ودائما ما يرفض أن يصور أغنياته على طريقة الفيديو كليب بوجود المرأة، وذكر أن المشاهد يشاهد المرأة ولا يعير انتباها للأغنية، وهو يرى أيضا أن بسبب رقة المرأة تكون بذلك أبلغ من الرجل في الشعر العاطفي. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.